لحم الإبل ناقض للوضوء. ما خشل البشخمة ويام ديزل ما قتر. فالذي يأكل من لحم الإبل لابد له من إعادة الوضوء إذا أراد أن يصلي مثلا. ما خشل زشخام أم ديز كشتجين ويش نمزجن حاجة. قد يقول قائل لماذا؟ ورز أوبشن تيوخن ستا هدوش أشتر فيو. أنت مسلم؟ لابد يقول آمنت صدقت سلمت ولابد أن أعمل بهذا. لا أقول لماذا أتوضأ من لحم الإبل. مسلمان وشتمة بغمبارن في آم ويتأم في أرسو وخوخن في وشوبشان في خم عرفوا تتحشت جوه.